السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص لدرس نموذج الضرة. هذا الدرس يستهدف تلاميذ الجدع المشترك العلمي والتكنولوجي بالنسبة لمادة الفيزياء والكيمياء. أول شيء نفتتح به درسنا وهو التعرف على أهداف هذا الدرس. إذن أهداف هذا الدرس هي على الشكل التالي: أولا سنتعرف على مراحل تطور نموذج الذرة، بعد ذلك سنتعرف على مكونات الذرة، ثم بعد ذلك معرفة واستعمال الرمز X A Z، بعدها معرفة أن الذرة محايدة كهربائيا وما معنى أن الذرة محايدة كهربائيا، ثم بعد ذلك سنعرف حساب أو سنتعلم كيفية حساب كتلة الذرة، بعدها نتعرف على العنصر الكيميائي، وأخيرا التعرف على الطبقات الإلكترونية والبنية الإلكترونية. قبل الشروع في هذا الدرس، هناك بعض المعارف التي سبق وأن درستموها في السلك الإعدادي. تتكون الذرة من نواة موجبة الشحنة تدور حولها إلكترونات سالبة الشحنة، وأن الذرة محايدة كهربائيا، أي أن عدد شحنتها الكهربائية الموجبة يساوي عدد شحنتها السالبة، وأن الأيونات تنتج سواء عن ذرة أو جزيئة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. إذن لننتقل إلى الفقرة الأولى في هذا الدرس، وهي التطور التاريخي لنموذج الذرة. إذا سألتكم أن ما هي مكونات الذرة، ستقولون أن الذرة تتكون من نواة موجبة الشحنة وتدور حولها سحابة إلكترونية. السؤال هو: كيف تم اكتشاف هذا النموذج؟ ومن الذي اكتشف هذا النموذج؟ وهل هو النموذج المكتشف الوحيد للذرة؟ مثلا إذا أخذنا ورقة بيضاء وأردنا تقطيعها، أولا سنقوم بتقطيعها إلى نصفين، بعد ذلك إلى أربعة، بعد ذلك إلى ثمانية، إلى غير ذلك. منكم من سيقول أنه يمكنه أن يقطع الورقة إلى ما لا نهاية، ومنكم من سيقول أنه سيصل إلى جزء لا يمكن تقسيمه. كذلك ظهر في القرن الرابع قبل الميلاد، وبالضبط من طرف الفيلسوفيين الإغريقيين لوسيب وديمقريط، اللذين قالا نظريا أن الذرة هي عنصر غير قابل للتجزيء. إذا أخذنا هذا المفرد عنصر غير قابل للتجزيء وقمنا بترجمته إلى اللغة أو في المعجم اليوناني، سنجد أنه يعني أتوموس. معنى أتوموس باللغة الفرنسية أتوم، ومعنى أتوم باللغة العربية هي الذرة. لم يتوقف إلى هنا هذه الذرة، بل جاء تومسون، والذي أول من اكتشف تجريبيا وجود الذرة، واكتشف أيضا الإلكترونات، ووضع أول نموذج لهذه الذرة، حيث شبه الذرة بأن تتكون من أي إلكترونات ونواة موجبة الشحنة، ولكن هذه النواة وهذه الإلكترونات فهي تتوزع على بعضها بشكل عشوائي جدا. ثم بعد ذلك جاء تلميذ تومسون الذي حاول تصحيح نموذج تومسون، وهو العالم الفيزيائي رودرفورد، الذي قام بتجربة شهيرة حيث أرسل سيلا من الأشعة ألفا الموجبة الشحنة على صفيحة جد رقيقة من الذهب، فلاحظ أن معظم هذه وأن نسبة كبيرة من هذه الأشعة اخترقت هذه الصفيحة، بينما جزء بسيط جدا من هذه الأشعة انعكست. هذه الأشعة التي اخترقت هذه الصفيحة تبين شيئا أساسيا، وهو أن أن الذرة تتكون من فراغ. بطبيعة الحال هي تتكون من نواة وتتكون من إلكترونات، ولكن بين النواة والإلكترونات هناك فراغ، وهذا لم يقم باكتشافه تومسون، فتومسون قال بأن النواة والإلكترونات فهما ملتصقان مع بعضهما. بعد ذلك جاء نيسبور، والذي شبه الذرة بالمجموعة الشمسية، حيث أن شبه النواة بالشمس
والإلكترونات بالكواكب التي تدور حول النواة وفق مدارات محددة. وفي سنة 1900 أو في القرن العشرين، في بداية القرن العشرين، جاء النموذج الاحتمالي لفيزياء الموجات مع العالم شرودينجر، الذي أكد والذي نفى المسارات المحددة التي قال عنها نيلز بور، وقال بأنه لا يمكن تحديد مكان وجود الإلكترون. ما يمكن تحديده هو احتمالية وجود هذا الإلكترون في مكان معين، ولهذا يسمى بالنموذج الاحتمالي للذرة. إذن خلاصة لهذه اللمحة التاريخية هو أن الذرة تتكون من نواة موجبة الشحنة تدور حولها سحابة إلكترونية سالبة الشحنة. إذن الآن لننتقل إلى فقرة أخرى، إلى بنية الذرة. ما هي بنية الذرة؟ وهي مكونات الذرة. إذن الذرة تتكون من إلكترونات. هذه الإلكترونات ما هي خصائصها؟ جميع الإلكترونات متشابهة ويرمز لها بأموة. كل إلكترون كرمز له بأه موة ناقص جت في الأس. كتلة ديال الإلكترون هي أم أو موة اللي كتساوي 9.11 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام. وكما قلنا بالإلكترونات هي ذات شحنة سالبة، شحنة إلكترون واحد وهي ناقص أو كتساوي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. القيمة المطلقة ديال ناقص أو يعني زائد أو كتسمى الشحنة الابتدائية، واللي القيمة ديالها 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. الآن لننتقل إلى المكون الثاني للذرة وهو النواة. هذه النواة بين التجارب أنها تتكون من نويات. هذه النويات هي نوعين، بروتونات ونوترونات. إذن لنتعرف على البروتونات، كما تعرفنا في الإلكترونات الرمز الشحنة ثم الكتلة، كذلك بالنسبة للبروتونات سنتعرف على رمزها وكتلتها ثم شحنتها. بالنسبة للبروتونات فهي يرمز لها ب P ماجوسكول، وهي ذات شحنة موجبة اللي هي زائد أ عكس الإلكترونات، واللي كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. وكل الكتلة ديال البروتون هي ام بي اللي كتساوي 1.673 في 10 أس ناقص 27 كيلو غرام. الآن النوترونات يرمز للنوترونات بان مينوسكول. الشحنة ديال النوترون فهي منعدمة، هي ذات شحنة منعدمة، يعني كولوم ديالها كتساوي صفر. كتلة النوترون ام ان اللي كتساوي 1.675 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. كما تلاحظون بلي الكتلة ديال البروتون والكتلة ديال النوترون فهما تكادان تكونان متقاربتين، بحيث ان الاختلاف هو في الرقم الثالث. وفي تمارين وفي المستقبل سنأخذ هاتين الكتلتين على انهما متساويتين تقريبا. إذن الآن ننتقل إلى فقرة أخرى وهي التمثيل الرمزي لنواة الذرة. رمز نواة الذرة، إذن كما قلنا باللي نواة الذرة تتكون من بروتونات ونوترونات. إذن في هذا الرمز اللي غادي نعطيه غيكونوا فيه فقط البروتونات وفقط النوترونات، وما غيكونوش فيه الإلكترونات، لأن الإلكترونات ليست مكونات النواة بل هي من مكونات الذرة. إذن يرمز لنواة الذرة بالرمز التالي XAZ، بحيث X هو رمز العنصر الكيميائي، A وهي عدد النويات أو عدد الكتلة، الاسمين بحال بحال، وزاد وهو العدد الذري والذي يمثل عدد البروتونات. إذن بقى لي على مكونة النواة وهي النوترونات، العدد ديالها N كبيرة، الرمز ديالها N صغيرة، والعدد ديالها N كبيرة واللي هي كتساوي A ناقص Z، لأن عدد النويات مجموعين فيه البروتونات زائد عدد النوترونات. سنقوم بمثال. مثلا عندنا ثلاث أنوية ديال الذرات. عندنا مثلا نواة ذرة الأكسجين اللي الرمز ديال O 16-8، الكربون C 12-6، ثم الصوديوم Na 23-11. في هذا الجدول سنتعرف على مكونات أو سنستخلص مكونات هذه الأنوية. إذا الأكسجين العدد النويات ديالو والتي يكون فوق، يعني العدد A 16،
الكربون عدد النواياس ديالو 12 والصوديوم عدد النواياس ديالو هي 23. بالنسبه للعدد الذري، العدد الذري ديال الاكسجين هو الثاني 8، الكربون 6، الصوديوم 11، والعدد النوترونات دائما هي A ناقص Z. بالنسبه للاكسجين 16 ناقص 8 اللي كتساوي 8، بالنسبه للكربون 12 ناقص 6 اللي كتساوي 6، وبالنسبه للصوديوم 23 ناقص 11 اللي كتساوي لنا 12 نوترون. الان فقره اخرى، ان الذره محايده كهربائيا. معناه محايده كهربائيا ان عدد شحنتها الموجبه، كيف ما كنعرفوا باللي النواه ذات شحنه موجبه والالكترونات ذات شحنه سالبه، باش يعطيني اجمالا محايده كهربائيا. بمعنى ملي نجمع الشحن الموجبه مع الشحن السالبه خاص المجموع يعطيني صفر، هذه معناه متعادله او محايده كهربائيا. هذه باش تحقق ليا خاص تكون عندي عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. اذا شحنه النواه هي كيلو اللي كتساوي زائد زد في او لانها شحنه موجبه، الالكترونات هي كيلو بريم اللي كتساوي ناقص زد في او خاص المجموع يعطيني صفر. هذا الشيء معناه ان عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. في حاله مثلا شي ذره، مثلا ذره الاكسجين كما قلنا سابقا عندها الرمز ديالها 16 8، اذا تتكون من 8 ديال البروتونات، اذا في ضمنها عندها ذره عندها 8 الالكترونات. بالنسبه للكربون الا كان عندها 6 بروتونات فهي ايضا عندها 6 ديال الالكترونات، وبالنسبه للصوديوم الا كان عندها 11 بروتون اذا راه عندها 11 الكترون. اذا الان لننتقل الى فقره اخرى وهي كتله الذره. اذا كما قلنا الذره تتكون من نوترونات بروتونات ثم الكترونات. اذا الكتله ديال هذه الذره كامله وهي المجموع ديال الكتل البروتونات زائد الكتل ديال النوترونات زائد الكتل ديال الالكترونات. اذا ام ديال الاتوم اش كتساوي؟ زاد. ما هو زاد؟ وهو عدد بروتونات او العدد الذري في ام بي. ام بي وهي كتله بروتون واحد، ملي كتكون مضروبه في زاد فهي كتعطيني الكتله ديال البروتونات كاملين، زائد ا ناقص زاد، ا ناقص زاد كتعطيني العدد ديال النوترونات في ام ان. هذيك ام ان هي كتله نوترون واحد، ملي كنضربها في ان كتعطيني الكتله ديال النوترونات كاملين، زائد زاد هو عدد البروتونات، وكما قلنا سابقا باللي هو عدد الالكترونات باش تكون عندي الذره محايده كهربائيا في ام اوموا. ام اوموا وهي كتله الكترونين واحد. بالنسبه للمعطيات اللي عطينا سابقا، الكتله ديال البروتون مقارنه بالكتله ديال الالكترون، كنلاحظوا باللي كتله بروتون واحد هي كتساوي ما يقارب 1836 مره كتله الكترون، بمعنى ان بروتون واحد الكتله ديالو فهو اثقل بما يقارب 1800 مره من الالكترون. لهذا سنقوم باهمال كتله الالكترون من العلاقه الاولى. العلاقه الجديده تصبح ام ديال الاتوم كتساوي زد في ام بي زائد ا ناقص زد في ام ان. من خلال هذه العلاقه تلاحظون باللي المكونات او في هذه العلاقه كاينين مكونين فقط، كاين البروتونات وكاين النوترونات، بمعنى قمنا باهمال الالكترونات. اذا الكتله ديال الذره تتركز في كتله نواتها، اذا تتمركز كتله الذره في كتله او في نواتها. سنقوم بتطبيق هذه العلاقه لحساب بسيط. مثلا حساب كتله ذره الحديد، الرمز ديال نواه ذره الحديد اف او 56 26. اذا سنقوم باستغلال العلاقه الاخيره، ام ديال الاتوم كتساوي زد في ام بي زائد ا ناقص زد في ام ان. تطبيق عددي بسيط، ام ديال اف او 56 26 كتساوي 26 اللي هي زد في ام بي اللي هي 1.67 في 10 اس ناقص 27 زائد ا اللي هي 56 ناقص 26 اللي كتعطيني 30 في 1.67 في 10 اس ناقص 27. وكما قلنا سابقا بلي غنبقاو ناخذوا الكتله ديال البروتون كتساوي الكتله ديال النوترون لتسهيل حسابي فقط. هذا العلاقه هذا الحساب غيعطيني 9.37 في 10 اس ناقص 26 كيلوغرام. واذا اردتم يمكنكم تطبيق العلاقه الأولى بدون إهمال الكتلة الإلكترونات وستجدون تقريبا نفس القيمة. الآن لننتقل إلى أبعاد الذرة. إذا
بينت تجربة رادرفورد السابقة التي قلنا عنها أنه أرسل سيلا من الأشعة ألفا، بينت هذه التجربة أن الذرات تتكون من نواة وإلكترونات وبينهما هناك فراغ. إذن نمثل الذرة بكرية الشعاع ديال ار، رتبة القدر ديال هذا الشعاع في حدود 10 أس ناقص 10، ونمثل النواة بكرية كذلك للشعاع ديال ار ام، رتبة القدر ديال هذه الكرية 10 أس ناقص 15. سنقوم بالمقارنة بين أبعاد الذرة والنواة، يعني نقوم بقسمة ار على ار ان، 10 أس ناقص 10 مقسومة على 10 أس ناقص 15 اللي أعطتني 10 أس 5. معناه أن الشعاع ديال الذرة كبر من الشعاع ديال النواة بما يقارب 10 أس 5 مرة، بمعنى 100,000 مرة. الآن سنقوم بتمرين تطبيقي بسيط. تتكون نواة ذرة الأكسجين من 16 نوية وذات شحنة كولون كتساوي 1.320 في 10 أس ناقص 18 كولون، كما تلاحظون باللي هي شحنة موجبة لأنها شحنة النواة وليست شحنة الإلكترونات. السؤال الأول هو أحسب العدد الذري لنواة هذه الذرة، بمعنى أحسب زاد أي أحسب العدد البروتونات لهذه الذرة. إذا كما قلنا باللي النواة تتكون من نوترونات وتتكون من بروتونات، هذه النوترونات فهي شحنة ذات شحنة منعدمة، بمعنى أن الشحنة ديال النواة ما تجيش من عند النوترونات، تجي فقط من عند البروتونات لأن النوترونات ما عندهمش شحنة. إذا هذيك 1.320 في 10 أس ناقص 18 هو واحد العدد ديال البروتونات مجموع مع بعضياتهم عطاني ديك الشحنة. إذا بغيت نتعرف على عدد البروتونات يكفي أني نشد الشحنة الإجمالية نقسمها على شحنة بروتون واحد وسأجد عدد الذرة. إذا زاد كتساوي كولون على كيو بي، كيو بي هي شحنة بروتون واحد اللي كتساوي 1.320 في 10 أس ناقص 18 مقسومة على 9.11 في 10 أس ناقص 19 اللي كتساوي 8. إذا هذه النواة العدد الذري ديالها وهي 8، أي تتكون من 8 بروتونات. ثانيا أعطي رمز هذه النواة. فقرة سابقة قلنا باللي أي نواة ترمز لها بواحد الرمز اللي هو إكس أ زد. إكس وهو رمز العنصر الكيميائي يعني الاسم ديالو أول حرف من الاسم يعني باش يرمزوا ليه، أ وهو عدد النويات، وزد وهو العدد الذري. إذا الأكسجين الفرنسية أكسجين الأول حرف منه وهو أو، إذا رمز العنصر الكيميائي إكس وهو أو، عدد نويات أ هو 16 والعدد الذري ديالها هي 8. إذن هذا هو رمز ديال نواة ذرة الأكسجين. سؤال ثالث قال لنا أحسب كتلة الذرة. إذن سنستعمل العلاقة السابقة أن M ديال ذرة كتساوي Z في MP زائد A ناقص Z في MN. نقوم بتطبيق عددي، نجد أن M O 16 8 كتساوي 8 في 1.67 في 10 أس ناقص 27 أي زد في أمبير، زائد أ ناقص زد أ هي 16 ناقص زد هي 8 غتعطيني 8 في 1.67 في 10 أس ناقص 27 اللي كتساوي 2.67 في 10 أس ناقص 26 كيلو غرام. معناه أن ذرة واحدة من الأكسجين الكتلة ديالها هي 2.67 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. كما تلاحظون هذا العدد هو جد صغير جدا. سؤال رابع وهو سؤال أخير، أحسب إجراج عدد ذرات الأكسجين الموجودة في حجم من غاز ثنائي الأكسجين الكتلة ديالو أم كتساوي 0.2 غرام. عندنا واحد العينة من غاز ثنائي الاكسجين والكتله ديال هذه العينه هي 0.2 غرام، بغينا نشوفوا شحال فيها من ذرات اكسجين. السؤال 3 حسب بين لنا باللي كل ذره اكسجين الكتله ديالها هي 2.67 في 10 اس ناقص 26 كيلوغرام، وإكراك ذره اللي كاين في هذه العينه شحال الكتله ديالو هي 0.2 في 10 اس ناقص 3 كيلوغرام. كانت عندي 0.2 غرام قمت بتحويلها الى كيلوغرام عطاتني 0.2 في 10 اس ناقص 3 كيلوغرام. اذا غادي ندير عمليه او العلاقه ثلاثيه بسيطه، غتعطيني اكراك اللي هو العدد الذرات اللي باغي نحسب اللي كيساوي 0.2 في 10 اس ناقص 3 اللي هو الكتله
ديال هذه العينه كامله مقسوم على 2.67 في 10 اس ناقص 26 اللي هو كتله ذره واحده من الاكسجين، عمليا غيعطيني 7.49 في 10 اس 21 اتوم. معناه هذيك العينه الصغيره ديال 0.2 غرام كتحتوي على واحد العدد ديال 7.49 في 10 اس 21 ذره اكسجين، وهو كما تلاحظون بلي هو عدد كبير جدا. اذا اعزائي التلاميذ سنلتقي ان شاء الله في جزء اخر لتكمله ما تبقى من هذا الدرس.